يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن دعاة من بلدان إسلامية عربية، ويوجد عندنا الكثير من المساجد التي بنيت على القبور والمشاهد والأضرحة، فما هو التفصيل في الصلاة في هذه المساجد التي بعضها القبر بداخل المسجد، وبعضها في مؤخرة المسجد، وبعضها عن يمينه أو عن يساره، وكيف ندعو الناس إلى ترك الصلاة فيها أو الاستغاثة بها؟ عليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر العلم شيئا فشيئا، تأخذون الناس على طول ما تمكنون، لكن شيئا فشيء اعملوا ما تستطيعون من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب. وأما الصلاة في هذه المساجد فلا تصلوا فيها، ابنوا لكم مسجد أو صلوا في فضاء، أو لازم مسجد مبني، حطوا لكم خطة من الأرض وصلوا فيها، وإن بنيتم فهو أحسن، والحمد لله ما حد مانعكم ما تبنون لكم مسجد أو تصلون في خطة من الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.